اذا بدك انا خليني اقول لك موقفي بالنظري ونرجع نشوف انعكاسات العمليه. انا شفت المسيحيين بهالانتخابات غايب الحيويه، يعني من اقصى لبنان لاقصاه كانوا عم بيتحركوا بشيبهم وشبابهم بحيويه كبيره. واذا بدك انا نظرت لهالحيويه بالمقارنه مع حاله الاحباط اللي كنا شايفينها بمطلع السنوات 90 من بعد نهايه الحرب. قارن هديك بهيدي بتشوف بالضبط عن شو عم بحكي. هلا الحيويه كانت بتعطي نتيجه اكبر لو الفريقين المسيحيين الكبار، مسيحيه 14 اذار من جهه ومسيحيه 8 اذار من جهه ثانيه، كانوا متفاهمين على القليله حول حد ادنى من الثوابت. للاسف ما هم متفاهمين حول حد ادنى من الثوابت. ومن هلا حتى اثبات العكس، انا خليني احكي عني شخصيا. ما بعتقد يعني الثوابت يلي القناعات اللي عم بتصرف على اساسها ماني شايف باي حال من الاحوال انه ممكن غيرها. وبالتالي انه ما في شيء نعمله على الصعيد. هلا بتمنى اذا الفريق الاخر ما في اي امل يعني بالمرحله المقبله؟ الا لانه بدا حكيم بمرحله من المراحل وكانه انتم متضايقين يمكن من بعض الحراك يلي عم بيقوم فيه النائب ولي الجمرات يلي كمان قام به الرئيس المكلف سعد الحريري. بالمقابل بدا وكانه التيار الوطني الحر عم يبتعد شيئا فشيئا يمكن عن دائره التاثير مع حزب الله ومع غير حزب الله. من هيك يمكن اوجد هيك الانطباع انه وكانه التقاءكم صار ضروري لمواجهه المرحله المقبله. تعال لك شغله، نحن يعني عندنا مجموعة قناعات. بأي وقت من الأوقات إذا العماد عون أو المسيحي الفريق الآخر على مختلف مأكلهم ومشاربهم بيقربوا من هالقناعات بنقرب، يعني نحن مستعدين بكل لحظة من اللحظات. بس إذا بدنا نقرب الوقت الحاضر على أي أساس بدنا نقرب؟ يعني على أساس شو؟ من جهة أخرى بدي أقول شغلة أكثر من هيك، أظهرت الانتخابات النيابية اللي صارت ب7 حزيران على أنه الرأي العام المسيحي بأكثريته مع قناعاتنا. طب وقت اللي الناس مع قناعاتنا مش عم نترك قناعاتنا نقول لازم نوحد الصف المسيحي. بس على اي اساس بدنا نوحده؟ انه ما بدنا نلاقي شيء نوحده عليه. هذا مش معناته انه ما عم يجرب او ما راح نجرب، لا راح اجرب. اي شيء اي وقت من الاوقات بيصير لنا انه نوحد نوقف ولو على امور اخرى. وبدنا نجرب وبدنا نشوف. مثلا هلا مطروحه في امر مطروح صار وكانه في اجماع لبناني كبير حول منه. صار بيسوى مثلا نحن والفرقاء المسيحيين الاخرين نتفق عليهم ونترجمه عمليا. الامر هو صلاحيات رئيس الجمهوريه. يعني اذا بناخذ كل التصاريح اللي صارت بالشهر الاخير اذا بدك، ان كان من تيار المستقبل ولا من بعض الاشخاص من عند الرئيس بري، طبعا نحن والعماد عون ومسيحيه 14 اذار الاخرين ما بدنا من يقنعنا انه المفترض نصحح. انا بطرحها بسياق تصحيح صلاحيات رئيس الجمهوريه، يعني لا بدي نزيدها ولا بدي نقصها، بس في مكان ما انه فيها خطا ما. يعني ما بصير على سبيل المثال لا حصر، ما بدي فوت اليوم بهالبحث، انه ما بصير على انه وزير يقدر يحتفظ بقرار عنده ويجمده قد ما بده، ورئيس الجمهوريه ما في يحتفظ بقرار عنده اذا هالقرار هذا بلاقيه رئيس الجمهوريه انه ممكن يضر بالبلد كبلد. فاذا فينا على القليله حول بعض هالامور التكتيكيه نبلش نتصرف سوا. وان شاء الله بدك قنوات اتصال تقدر تتصادم موجودين؟ موجوده بشكل مستمر ولا يوم من الايام انقطعت. وين هيكي اليوم بتخبرني ستريدا كانت هي والي كيروز كانوا في مكان ما بعشاء سياسي بالتقيوا بنواب من التيار الوطني الحر، كذا اول ناس قربوا وصلنا مع بعضهم وتبيوصوا هذا تواصل اجتماعي، ما هيك منه تواصل سياسي. بس قصدي ما في انقطاع، يعني ساعه بده اي حدا من عنا او اي حدا من التيار الوطني الحر قادر، لانه ما في اذا بدك جفاء بمعنى جفاء الا الجفاء السياسي، الا البعد السياسي بشيل التليفون وبيحكي مع حدا ثاني. وقت عم بيكون في امور مشتركه البحث عم بيشيلوا التليفونات وبيحكوا مع بعضهم. طيب حكيم، ما دام عم نحكي طبعا نتائج الانتخابات، ليه برايك استغرب البعض انضمام 3 نواب من زحله او تحديدا من كتله زحله بالقلب الى القوات اللبنانيه او الى كتله القوات اللبنانيه؟ لانه في البعض ما بدهم انه تكتل بالتكتل كتله القوات اللبنانيه هي كنايه عن النواب الحزبيين. 3 نواب من زحله هن حلفاء لعنا وبالتكتل، هلا لانه في البعض ما بدهم يشوفوا تكتل القوات اللبنانيه هالقد. بالوقت يلي صراحه انا كثير استغربت وكثير اشمئزيت، لانه كل العالم عارفين يعني بدءا من نواب موضع البحث يلي هن نواب واعيين واولاد عائلات واصحاب بين هلالين سوابق بالترشح للانتخابات ولمرات عديده، مش انه طارئين على العمل السياسي بزحله. هن عارفين وحلفائنا التانيين عليها عارفين والوسط السياسي كله سوا عارف
والوسط الشعبي حتى بالمدينة كله سوى عيري على أنه إلي ماروني مرشح حزب الكتائب، فلان في وراء الحزب الثلاثاني، وأنه الدكتور بس ما كانت واضحة حتى إعلاميا، ما كانت واضحة لا استراتيجية بالمعركة، بس الوسط بوسط المدينة كان عارف هيك، المرشحين كانوا عارفين هيك، المرشحين الآخرين على اللائحة كانوا عارفين هيك، المرشحين على اللائحة الثانية كانوا عارفين هيك. مثلا بتذكر كثير أوقات النايب السابق إليس كيف كان يقول شو خلصنا مع رأيتم علقنا بمعراب، هلا تعلق لحد مين كان عارف، لحد مين كان عارف بهالأمر. أنا بتأسف إنه في البعض ما هين علينا نشوفوا إنه القوات صار عندها تكتل نيابي بهالحجم، وخصوصا بهالنوعية إنه صارت عم تجمع بين الشمال والشوف وزحلة ومناطق أخرى من لبنان. بس البعض بيقولوا إنه كنتم متأملين أيضا إنه يكون عندكم ببقية المناطق، وصار في نوع من أنواع يمكن التراجعات، أو صار في نوع من كنا موعودين مش متوقعين، موعودين يعني بشكل مباشر. أنا بتأسف إنه يكون في نواب بالمجلس النيابي من يلي ما عندهم الأخلاقية السياسية المطلوبة. مثل مين؟ لأنه ما بدي أطرق الأسماء هلا، هني بيعرفوا حالهم، وحتى بتصور الناس بيعرفون. وقت الواحد بيلتزم بتحالف سياسي معين، المفترض إنه يحافظ على التحالف، مش إنه يكون فيه بس مشان يوصل نائب وبعدين يعمل حاله ويفل. فيه فل بس وبعدين الحياة السياسية. هل بتعتبر يعني انطلاقا من هالأمر إنك تعرضت للخيانة من بعض المرشحين يلي صاروا نواب؟ فيك تسميها هيك، وإذا مش خيانة، أنا ما بحب كلمة خيانة بحد ذاتها. خطأ بإجابة المعركة؟ لا، في بعض الأشخاص هن ما بيحترموا حالهم، فشو بدي أعمل أنا؟ إنه نخلف ناس من أول وجديد، بل في بتعاطى مع ناس موجودين بهالمجتمع، إذا طلع في كتار طلعوا بيحترموا حالهم، في البعض من بعض اللي طلعوا هن ما بيحترموا حالهم. ده عدد يعني ده كنت متوقع إنه تكون كتلة قوات اللبنانية؟ خلينا نترك هالتفاصيل. لا ده العدد بدون أسامي. لا عدد كم ممكن تكون تسمع 10 11 12 يعني. بس خليني اتركها هيدا للتاريخ، معلش انا ما بحب يعني جرح بالاشخاص لاشخاص، بس انه ما في شيء بيختفي. بس بنهايه المطاف بلا شغله استاذ وليد، ما في الا الاستقامه بتودي نتيجه على المدى البعيد، وعدم الاستقامه بيودي لنتائج يعني تكتيكيه مرحليه بتدوب دغري يعني مع زوال المرحله اللي ادت الى. طب حكيت عن اعتراف المعارضه بنتائج الانتخابات، بس برايك لا رجعت الاقليه اليوم تتحدث عن الاكثريه الشعبيه والاكثريه النيابيه وعم بتميز بين الاثنين؟ يعني الاكثريه الشعبيه بتعتبرها معها، بس الاكثريه النيابيه اجت معكم هالمره. بقول لك شغله استاذ وليد، اولا هالتوصيف مش اكيد، بس خليني من اذا الارقام حاسبينها مزبوط ولا مش حاسبينها مزبوط. هالكلام خطير جدا، انا بعد الحديث هلا ولا مره تطرقت له. هالكلام هذا بيصيب اتفاق الطائف بالجوهر، بيصيبه بروحه وبحرفه. يعني اليوم اذا البعض عم بيحكي بديمقراطيه عدديه، معناتها عم بينكر وجود اتفاق الطائف وعم بيقفص فوق الدستور اللبناني الحالي. اذا البعض بده دستور اخر، خليه يطرح، يعني خلي يقول انا اتفاق الطائف ما بقى مناسبني او ما بقى ماشي فيه، خي بدروا على اتفاق اخر، يطرح لنا شو الاتفاق اللي بده اياه، تنشتغل تنتناقش نحن وياه على اساسه. بس ما في الواحد، بس هي الانتخابات النيابيه جرت على اساس انه قانون الانتخاب للطائف؟ لا، ما رجعنا الى قانون 1960. بلا، بس بتوافق الطائف. كيف ما بدك بتوافق الاطراف اللبنانيين، بتوافق الاطراف كلها سوا، وقت المجلس النيابي اللي هو سيد نفسه هو يجمع، كان في اجماع على انواع الانتخاب الحالي، معناته انه بعدنا محلنا، بس بعدنا ضمن نظام الطائف. هو اجمع او انتم اجمعتوا بالدوحه؟ واذا اجمعنا احنا بالدوحه كان في هو يرفض، بس ما نحن نمثل مجلس النواب، واصلا رحنا اللي راحوا على الدوحه مش لصدع عيونهم او لفكرهم السياسي الباهي، يمكن راحوا على الدوحه لانه هن بيمثلوا الكتل النيابيه الكبيره والاكثريه النيابيه الساحه، مش بمعنى الاكثريه واحده. اللي عم بقوله انه طالما نحن تحت احكام اتفاق الطائف والدستور اللبناني، مش مقبول هالحكي. طبعا للدستور اللبناني الحالي وطبعا لاتفاق الطائف في اكثريه وحده بلبنان، هي الاكثريه اللي عم نشوفها. اذا حدا مش معتبرها اكثريه يتفضل يقول انا بدي غير اتفاق الطائف، نبحث نحن وياه. هن ما عم بيقولوا هيك، بس عم بيقولوا انه اذا بدهم يفصلوا نتائج الانتخابات الاكثريه الشعبيه معهم، بس انه انطلاقا من قانون الانتخابات هذا انتم اخذتوا الاكثريه داخل مجلس النواب. قانون الانتخابات هذا اتفقنا نحن وياهم عليه، وانا بدي اذكرك وذكر كل اللبنانيين من خلال ام تي في اليوم، من خلال البرنامج اللي احنا فيه، قبل ما يرجعوا من الدوحه، انا بتذكر رجعنا على الدوحه لقينا كل الطرقات في عليها اعلانات سياسيه بتقول
رجع الحق لاصحابه، عون رجع الحق لاصحابه، مظبوط ولا لا؟ صح. اذا رجع الحق لاصحابه رجع الحق لاصحابه، بطل اصحابه ولا الحق؟ ليش هلا يعني الشغله وقت اللي بتعجبهم بيعتبروها انتصار وانجاز طويل عريض، وقت ما بتطلع نتيجه مثل ما بدهم بصيروا يعتبروا انه في اكثريه شعبيه وفي اكثريه غير شعبيه. هذا امر مناقض للدستور اللبناني الحالي. ما بدهم هالدستور بيقولوا، ما بدهم قانون انتخاب، هذا ما قالوا، ما بدهم قانون انتخابات ثابت، وقانون الانتخاب الحالي هن اللي اقترحوه. نحن كان رأينا لازم يروح ابعد من هيك، ومظبوط قانون الانتخاب الحالي غير محق 100%. اذا بدنا ناخذ اتفاق الطائف بجوهره وبروحه، من المفترض انه يكون عندك 64 نايب بيمثلوا بالفعل الراي العام الاسلامي، و64 نايب بيمثلوا بالفعل الراي العام المسيحي. مش هذا وقع قانون الانتخاب الحالي؟ حكيت هون عن الالتفاف المسيحي حول قضايا معينه، هل يمكن ان يشكل قانون الانتخاب ممكن احد القضايا او احدى القضايا اللي يمكن ان يلتف حول القيادات المسيحيه؟